بعطاء غير محدود تمضي البصائر في ذكراها 16 تحت شعار مواصلة وعزم. احتفالية رعتها هيئة علماء المسلمين بحضور جمع من العلماء والمشايخ والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بشأن الإعلام المقاوم. أقول لكم هذه البصائر تحتفي بكتابها وقرائها ومتابعيها في ذكرى انطلاقتها 16، وقد تخطت من الصعوبات والعراقيل والمعوقات والتحديات ما إن تحدثنا به سيطول بنا المقام، ولكن عزاءنا أننا في يومها هذا نجتمع وإياكم على حب العراق الذي إليه ننتمي تحت شعارها الذي اتخذته لهذا العام مواصلة وعزم. في بدء الاحتفالية تحدث الصحفي والمحلل السياسي وليد الزبيدي عن مصطلح المقاومة والأخطار المهددة له من أعداء العراق في الداخل والخارج المرتمين تحت عباءة الاحتلال. خلال الأعوام 2003 و4 و5 تأكد أن منهج المقاومة في الإعلام منتصر نظرا لحجم الخطر الأميركي ومن معه، وبالمقابل استمرت المقاومة على الأرض واستمرت بإعلامها أيضا بكل اتجاهاته وتوجهاته ووسائله. المرحلة الثالثة التي أود الحديث عنها وأعتقد هي الأخطر، مرحلة تشويه مصطلح المقاومة. نسمع خلال السنوات الأخيرة الكثير من الحديث عن جهات تقول أنها مقاومة، وفي الواقع هذا تشويه متعمد وليس عفوي، وهذا التشويه إن شاء الله حتى اليوم انتصرت المقاومة الحقيقية وتتراجع دائما مثل هذه المحاولات البائسة التي تريد أن تعبث بهذا الإرث العظيم للمقاومة العراقية التي تصدت فيها لكل هذا الحجم الهائل من الاحتلال وأدواته الداخلية والخارجية. أما فارس البصائر ورئيس تحريرها الأول الدكتور مثنى حارث الضاري فتناول البدايات الأولى للصحيفة ومعاناتها مستعرضا عددا من عيناتها إبان الاحتلال، ومبينا أنها بدأت بفكرة ثم توسعت وانتشرت لتأخذ مداها وصداها لدى جمهور المتابعين. وحق البصائر أن يحتفى بها بهذه الطريقة في كل عام وفي كل مناسبة، فهي ما زالت على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها ما زالت إلى الآن تنبض بالحياة كما قال الأخ حارث الأزدي إلكترونيا بعد أن أجبرت في عام 2012 على التوقف عن الطباعة الورقية بعد مداهمة مقرها في بغداد واعتقال كادرها وسجنهم لأكثر من عام في سجن المغرب، لكن قيد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء يخرجوا ويواصلوا المسيرة ويسلموا الراية في مرحلة ما لإخوانهم الآخرين الذين أصروا على بقاء البصائر واستمرارها، فظهرت البصائر مرة أخرى صحيفة إلكترونية. نتمنى إن شاء الله في أقرب فرصة أن تعود إلى نسختها الورقية التي ترون أمامنا الآن نماذج منها على مدى سنواتها التسع من عمرها الورقي. أيضا البصائر ولدت من رحم تجربة أخرى وهي تجربة هيئة علماء المسلمين، والهيئة والبصائر ولدت في رحم تجربة أكبر وهي تجربة المقاومة العراقية بكل أطيافها الميدانية والسياسية الداعمة لها، وبدأت كفكرة وبفريق هاو ثم نمت إلى أن وصلت إلى مرحلة نستطيع أن نقول بأنها اتخذت أو وصلت إلى مستوى كثير من الصحف التي كانت تصدر أصلا قبل الاحتلال في إطار ما كان يسمى في حينها بصحافة المعارضة العراقية، وهذا أيضا يحسب للبصائر. 16 عاما وما زالت الكلمة المقاومة والشجاعة
تتصدى لكل زيف وبطلان، تحتفي بكتابها وقرائها، تجتمع على حب العراق، تصول وتجول رافعة الرأس، لا تخشى في الحق لومة لائم.